السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده طبعا احنا 22 في الشهر، اي شهر قرب يخلص ماشي. انا لسه يعني كنت جبت حاجات اول الشهر وفي حاجات نقصتني، فنزلت امبارح جبت شوية حاجات تانية. ما تقولوش بقى عليها خزين الشهر، ما تنفعش، يعني هي مش هتنفع خزين الشهر، بس هي ايه، طوارئ تكملة شهر، حاجات زي كده، وفيها حاجات يعني ان شاء الله باذنك يا رب تستفيدوا بيها. اول حاجة طبعا انتوا عارفين ان انا بستخدم، هناخد الاول الحاجات اللي هي بتاعت الاكل والمطبخ. انا بجيب لبن بخيره دايما، انا ولادي بيحبوا اللبن بخيره، فطبعا بيبقى عندي في التلاجة في 2 3 كيلو، فبروح جايبه 2 تانيين واروح شايلهم، دول ما بيبوظوش ما بيجرى لهمش اي حاجة. يعني انا بجيب كده مثلا اول الاسبوع اول الشهر كده بجيب 15 كيلو واروح شايلهم في التلاجة، او تشيلهم بره التلاجة بيتشالوا عادي ما بيجرى لهمش اي حاجة، ابتدي اسحب منهم خلاص. واللبن البلدي بجيب 2 كيلو 3 كيلو واحطهم في الفريزر، دول بقى للبشاميل، رز بلبن كده. لكن ده لا، ده بنشربه لان انا ولادي بيحبوا ده، بنشربه على الشاي، على النسكافيه، على السبريسو، على يعني اي، على القهوه باللبن، هما بيحبوا لانه خفيف. فجبت 2 كيلو تكمله على الاثنين اللي عندي، قلت يمشوا معايا بقيت ايه الاسبوع خلاص. جبت لهم طبعا، احنا في الشتاء، انا رحت البيم بصراحه، يعني معظم الحاجه دي من عند بيم ماشي. انا عندي جنب بيتي في 2 بيم، جبت الذره ده من عند بيم، حلو قوي الذره الفشار ده، جميل جدا، بيبقوا بالليل عايزين ياكلوا حاجه زي ما بيقولوا يتسلوا فيها، فهمتوني؟ بدل ما نعمل بقى بطاطس محمره وكده. الكيس ده مش عارفه كان ب 5 جنيه ولا ب 6 جنيه، معلش في اسعار انا هبقى ناسياها، حقكم عليا. فجبت ده، بتخليه عندك ما بيجرالوش اي حاجه، ولاخر واحده بيبقى حلو جدا. وجبت اللبن طبعا مش من عند بيم يعني ماشي. جبت ده برده من عند بيم، بقيت مكرونه. مكرونه في البيت عندك لازم في الشتاء يا جماعه، حبايب قلبي البنات الحلوين اللي لسه متجوزين، في الشتاء بيبقى لنا نظام مختلف عن الصيف. في الصيف احنا بننزل كتير وعلى طول طول النهار يعني بنبقى في الشارع، فبنجيب طلباتنا. في الشتاء لا، ممكن الدنيا تمطر وتزعبب زي ما حصل من يومين كده، تقدريش تنزلي، فلازم يبقى عندك ستوك في البيت، فهمتني؟ خزين كده في البيت. مره تانية هقول لكم في الفيديو ايه اللي لازم يبقى عندك في البيت، بحيث ان لو زي ما بيقولوا حصل مطر، حصل زعابيب، حصل اي حاجه، تقعدي وترتاحي ان عندك اكل في البيت. مكرونه احنا بنحب الصغننه دي، بتنفع كشري، بتنفع بنسلقها ونحط عليها لحمه مفرومه، بعملها مع السوسيس مع السجق، بتبقى جميله جدا، هما بيحبوها. وحوا على فكره نوعها حلو جدا، حوا نوعها جميل جدا. فجبت كيسين على انواع اللي عندي، لان انا ده النوع اللي عندي ده ما فيش منه غير كيس واحد. مكرونه بتسند وبتبقى عندك في البيت لو زهقانين مش عارفين ياكلوا ايه. جبت الملكه دي انا ما جربتهاش بس هجربها، بصوا انا ما جربتهاش بصراحه، جبتها من بيم وهجربها، ولقيت في بيم نوع تاني نازل شكله عجبني، بس قلت اجرب الملكه الاول بعدين كده ابقى اجرب النوع التاني. الاثنين مصريين، انا كنت بجيب الايطاليه دي، ما جابتش مش عارفه 9 جنيه ولا 10 جنيه، ما قفلتش معايا يعني فهمتوني، فانا هجربها بصراحه واشوف واقول لكم النتيجه حلوه حلوه وحشه وحشه خلاص. طبعا تكمله الشاي بتاع الشهر، انا بستخدم في الشهر حوالي كيلو الا ربع شاي، فخلاص انا فتحت اخر كيس، فروحت جايبه دي عشان يكمل معايا بقيه الشهر وياخد على اول الشهر ان شاء الله باذنك يا رب. جبت خل، طبعا لا يغنى عنه. بصي بقى احنا في الشتاء حبيبتي المخلات تبقى كتير، والحاجه بتبقى حلوه قوي، الخيار واللفت والليمون والزيتون والكلام ده، في حاجتين اساسيين يبقوا عندك في البيت. انت خدت كده، ده الخل، ادي ازازه وادي ازازه ماشي. طبعا غير بقى ان احنا ايه، بنغسل الفراخ، بنغسل البط، بنغسل الحمام، بنغسل السمك بالخل، فانت يبقى عندك مش ازازتين خل، لا عندك اقل حاجه 4 ازاز خل من النوع النظيف. النوع النظيف اللي انا بقول لكم عليه ده، مش عارفه مكتوب عليه ايه، يعني بصوا نجمه الزيتون، ده نجمه الزيتون خلاص. فانا عندي 2 جوه فجبت 2، جبت معاهم ايه بقى الاثنين دول هقول لكم. دول طبعا الخل ده ب 7 جنيه، 7 جنيه ونص. جبت دي، بصوا بقى جبت دي شكاره ملح، ملح بونو ماشي. الشكاره اهي بصوا مكتوب عليها كام، 24 جنيه 24 جنيه فيها 16 كيس، وزن الكيس 450 جرام اللي هو الكيس الصغير. انا دلوقتي كل شهر او كل شهرين بسحب دي من بتاع الجمله، بص مكتوب على السعر كام، 24 جنيه بتاع الجمله بيبقى حالي ب 15 جنيه والله، يعني بصوا فيها 16 كيس، يعني بمعدل الكيس كمان بيقع اقل من جنيه. بره انا سالتها في المحلات القطاعي قال لي اديها لك ب 30 جنيه، قال لي اديكي دي ب 30 جنيه. انا بروح عندي محلات جمله جنب بيتي،
ساعات بجيب الشاي ده بالجملة، الكيلو اللي هو 4 من ده بيبقى ب70 جنيه، بجيبه او بجيب ليبتون برضو بيبقى ب75 جنيه. بجيب ده، بجيب الصلصة اللي انتوا بتشوفوها اللي هي اللهم صل على الاكياس الصغيرة دي، بجيبها كرتونة كبيرة، كرتونة كلها على بعضها ب82 جنيه. طبعا انت لما تبصي تلاقي ده 15 جنيه، كله 16 كيس ب 15 جنيه، ده انا مش بخلصه في الشهر، لا بيقعد معايا شهرين، بيقعد معايا شهرين ونص حسب استخدامي. احنا بقى داخلين على الشتاء، والشتاء زي ما قلت لكم خليلات كتير، يبقى لازم يبقى عندي ملح على طول. مش هفضل بقى ايه انسى كيس ملح اشتري في 15 جنيه ولا حاجه ولا اي حاجه، اجنك جبتي زي ما بيقولوا شيبسيات وشويه حاجات ايه ملهاش اي كلام. فانت تجيبي ده وتحطيه في بيتك وتنسيه. 15 جنيه في منتج جميل مع الخل، يبقى انت تعملي زي ما بيقولوا مخلل في اي وقت تاني. دي عندي مقفوله لاني انا اسفه بهز الموبايل، دي عندي مقفوله لان انا لسه فاتحه واحده، فاول ما فتحتها وابتديت اخد منها رحت جايبه دي. خلاص جبت بقيت زيت، ان الزيت اللي عندي خلاص قربت تخلص. جبت دي ب 56 جنيه، مش عارفه انا حاسه ان اتضحك عليا فيها مش عارفه، بس انا بحب كريستال وفي حاجه اسمها صاني، الاثنين حلوين. فالتانيه عندي خلاص ثلاث ارباعها قربت تخلص، فروحت جايبه دي عشان تساعد معايا. انا بعمل الاكل بزيت عباد بيبقى جميل جدا. جبت نوع ده بقى جبنه، بصوا بقى ديري دي حلوه قوي قوي ورخيصه جدا جدا اكتر مما تخيلوها. دي مش في بيم ماشي، دي من سوبر ماركت. دي بكام؟ دي ب 4 جنيه. دي كده فيها 8 قطع ب 4 جنيه، بس انا مستخدمه منها، انا بروح عند الراجل باخد منه 5 6 واروح شايلهم. بتنفع للفطار، طعمها حلو قوي، وبتنفع للقطط اللي عنده قطط ياكلهم جبنه نستو، بدل ما تجيبي لافاش كري او بريزيدون غاليه. دي ب 4 جنيه حبيبه قلبي، وتفطري بيها القطه بتاعتك الصبح. انا عارفه ان في ناس بيقولوا ايه الدلع ده والمقاسه دي، لا حرام، دي روح عندك لازم يا حبيبتي تهتمي بيها زي ما بتهتمي بولادك. هي الصبح بتاخد قطعه من دي بتفطر بيها وبتنام وخلاص. فانتي دي جميله جدا وطعمها حتى حلو ليكي، يعني حتى في البيت طعمها حلو جدا. جبت ايه تاني؟ بصي بقى في الشتاء بقى لازم يبقى عندنا ايه؟ لازم عندنا جبنه مغلفه زي دي. بلاش بقى الجبنه السايبه، حتى لو انت بتستخدمي الجبنه السايبه اللي هي البراميلي وزي ما اقولوا ايه والكريمي والمزبده والكلام ده، بجيب ربع بجيب نص بحطه في العلبه وبنستخدمه ماشي. بصي بقى يجي وقت عندك يحصل مطره يحصل زعابيب ما نزلناش، يبقى انا عندي جبنه في الثلاجه احتياطي. بجيب النوعين دول، دي من سوبر ماركت عادي، دي من بيم. دي من بيم ب 12 جنيه وحاجه، دي طعمها حلو جدا احنا بنحبها. دي زي الاسطنبولي ماشي، دي اسطنبولي بالفلفل طعمها جميل جدا. فدي من بيم ودي من سوبر ماركت عادي جدا، برده كانت بحدود 12 13 14 حاجه زي كده. بجيب علبتين اجيب ثلاثه اروح شايلاهم عندي في الثلاجه مخبياهم او في المطبخ. خلصنا الجبن بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، حصل يوم زعبيب يوم مطر يوم حاجه، يبقى انا عندي الجبنه بتاعتي. خلاص دول دي من بيم والتانية من سوبر ماركت. رحنا بقى ايه برضو من بيم، لسه في بيم. في بيم انا السنة دي اللي متابعني انا ما عملتش مربات كتير، يعني اللي متابعني السنة دي في الفيديوهات بتاعتي انا ما عملتش مربات كتير بصراحة. المربات دي في بيم عجبتني جبتها، حتى بصوا انا اول جبتها حطيتها في تلاجة، ف يعني بصوا حتى تحس انها مشبرة. ليه بقى؟ انت دي فراولة ودي مشمش، وطبعا دي الكريز الاسود المشهور بيها هيرو اللي مشهور بيها بيم، طبعا دي اغلاهم. خلاص ليه بقى انا عندي مربات في الشتاء بيحتاجوا يتعشوا؟ يبقى في حاجه مسكره، ما بقول لك نظام الشتاء بيبقى مختلف عن الصيف تماما، يبقى محتاجين حاجه مسكره. انا ما عملتش مربات او عامله مثلا نوع واحد، لا يبقى عندك احتياطي جيبيهم وشيليهم. سندوتش مربى حطيتيها في حاجه حلوه، يبقى عندك دول موجودين، دول من بيم. دي فوق ال 25 جنيه ودول الواحده ما جابتش 13 جنيه او 14 جنيه. عملتي حلويات عملتي اي حاجه يبقى انت عندك ايه برضو الحاجات دي. هنروح بقى ايه حاجات رويال هاوس، رحنا رويال هاوس جبت دي من رويال هاوس اللي هي بديل النوتيلا الصغننه دي، مش عارفه كانت بكام، مش بصوا مش هفتكر. وجبت القشطه بوك كانت ب 12 ونص بقت ب 14 جنيه. بوك بتبقى عندي وبحبها جدا، بحب احطها في اي حلويات. جبت لبن مكثف، لبن مكثف حلو قوي وبيفضل عندي وبيبقى جميل، وابوكوس ده حلو حلو حلو.
الحاجات دي بتنفع في التلاجة وما بتقولش لا. جبت من بيم الشوكولاتة دي، من نادر لما بلاقيها في بيم البيضة، بتلاقي دايما البني اللي هو الفاتح والغامق، من نادر ما بلاقي بيضة. اول ما جبتها ما لقيت البيضة جبتها. شوكولاتة دريم حلوة قوي وبتنفع في الحلويات، بتبقى في منتهى الجمال. جبنا من، هقول لكم بقى، جبت من رويال هاوس، جبت الحاجات دي. لا مش من رويال هاوس، استنوا بقى عشان الدنيا هتلخبط معايا. من رويال هاوس جبنا الصوص ده، صوص صويا صوص باربيكيو، حاجات بقى الاولاد اللي هم بيحبوها. دي من رويال هاوس. انا بحب دي دلوقتي ليه؟ مش بطرمان، مش هتتكسر، مش بيبقى في البطرمان مش عارفه اطلع الباقي، بتفضي من هنا وخلاص وبترميه وبتخلصي منه. والباربيكيو والحاجات دي اولادنا بيحبوها في الشتاء، تحمري بطاطس تحطيها لهم عليها ياكلوها بألف هنا وشفا. جبنه صويا صوص من بيم، جميل جدا وغامق، جربته قبل كده عجبني، فالمره دي احنا جبنا نفسه هو الغامق، حلو قوي قوي. يعني ساعات لازم يعملوا حاجات اكل صيني وكده فبتبقى حلوه قوي. وجبنا دي متهيألي ب 25 جنيه 25 جنيه. بصوا بقى، في الشتاء لازم يبقى عندك ميه ورد وميه زهر. ليه؟ ميه ورد وميه زهر دول انا بشتريهم من رويال هاوس. دي حتى انا استخدمت منها. تعملي رز بلبن، تعملي مهلبيه، تعملي اي حاجه حلو، لازم دول بيبقوا في الشتاء بيدوكي نكهه رائعه. بلاش ده وده. بصي ميه الورد دي لو عندك الكورديل، سوري الكولدير الكبير اللي بنحط عليه قاروره الميه الكبيره دي، املي القاروره، او لو انت بتشتريها من بره وحطي عليها معلقتين ميه ورد او معلقتين ميه زهر، ودوقي بقى احلى ميه ساقعه، عارفه توديكي العالم تاني. خلاص ممكن دي امسح بيها وشي الصبح، اخد قطنه وامسح بيها وشي الصبح. تقولي دي مش دي بتاعت الاجزخانه؟ لا ما هي مش دي بتاعت الاجزخانه، بس النوعين دول حلوين قوي. والعراب دي على فكره حاجته حلوه جدا جدا، في حاجات كتير في رويال هاوس العراب حاجتهم رائعه. خلاص حبايبي، في ايه تاني؟ جبت الصوصات دي، الصوص ده ام ياسمين اللي انا قلت لكم عليها حبيبه قلبي، هي جابت لي الصوص ده. الصوصات دي حلوه جدا وسهله وسريعه. وبصوا بقى ما اقولكوش، ده ب 25 جنيه ام ياسمين جايباهولي، حلو جدا وجميل جدا، توت الازرق، ودقته عجبني قوي قوي قوي. ده حلو بس الكراميل بتاعه مش حلو، ماشي؟ الكراميل بتاعه مش حلو. دول ب 13 جنيه او ب 14 جنيه من رويال هاوس، ودي من العتبه كانت ب 25 جنيه، ام ياسمين كانت جايباها لي، فقلت لها خلاص اسيلي من ده تاني لان حسيت ان هو طعمه حلو. الصوصات دي بتنفع في ايه يا حنان؟ بصي بقى، اعملي لهم هوت شوكليت، تعملي لهم سحلب، تعملي لهم مهلبيه، تعملي لهم اي حلويات في الدنيا، السينابون. طبعا طول ما احنا قاعدين في الشتاء احنا بنفضل نعمل وبنبقى واقفين في المطبخ. خلاص الصوصات دي جاهزه عندك، حطيها وبصي لا تسكر، ما تاخدش مكان في الثلاجه، ويبقى انت كده اشتريتي دماغك. خلاص ايه بقى اخر حاجه جبتها؟ كنا في وسط البلد انا وجوزي، ورحنا عند بتاع البن بتاعنا اللي احنا دايما بنجيب منه اللي هو عبد المعبود. خلاص بجيب منه نص كيلو او كيلو اربع، هي دي بتبقى الشنطه بتاعته، عشان في اتنين عبد المعبود، لعبد المعبود اللي هو الزحمه قوي 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 ده، اللي مش جنبه قهوه ولا اي حاجه، جنبه بيت كده ازاز او زي كشك ازاز فيه بتاع ورد، هو ده عبد المعبود الاصلي، عشان ما تتلخبطوش، انا لما بروح لوحدي بتلخبط، يبقى حد مستنيكي في العربيه وانت تدخلي تجيبي. بجيب البن المحوج بالحبهان، طبعا دلوقتي الربع بقى ب 40 جنيه، ماشي؟ يعني 120 ب 80 مش فاكره، لان انا بجيب يعني بجيب كميه واشيله. بجيب بقى، بصي اهو ده مقفول، ماشي؟ ده ربع اهو، خلاص انا جبت نص مثلا، جبته على ربعين، اروح ماسكه الربع ده زي ما هو مقفول كده واحطه في الشنطه كده، فهمتيني ازاي؟ بالمنظر ده انا بستخدم الربع التاني في المطبخ، الربع ده كده، واروح حاطاه في كيس تاني واشيله في الفريزر، يقعد معاكي سنة في الفريزر ولا يجرى له حاجة ولا يلقط ريحة ولا يحصل له أي حاجة خالص. ففرصة انت بتنزلي وسط البلد مثلا ليكي مزاج في البن والكلام ده، جيبيه وشيليه وحطيه في الفريزر، جيبي بالمرة كيلو بس، جيبي ارباع، هو اسمه بن محوج فاتح، بيبقى جميل جدا، او محوج دابل زي ما انت عايزة، وجيبيه وتشيليه وتحطيه في الفريزر، بيقعد معاكي سنة ما بيجرالوش اي حاجة. دي عن تجربة حبيت النهارده اشارككم في مشترياتي البسيطه جدا.
عشان خاطر زي ما بيقولوا الشتاء والحاجات اللي هي تبقى للطوارئ، حاجات اللي هي مش هقدر انزل كل شويه، مش هعرف اتصل بالسوبر ماركت، ابني مش هينزل، بنتي مش هتنزل، فهتبقى الحاجات دي عندنا موجوده. فهمتوني ازاي؟ بحبكم قد الدنيا دي كلها، وانا حنا رمضان.